السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة محكمر. إن شاء الله سوف نعمل رحلة جديدة على بركة الله. نذهب نقوم بالتوصيل، نحن أيضا يعني حمولة الإيفنت على بركة الله. يعني الكثير يتحدث عن هذه الشاحنة الرونو، يعني الراشدي، يعني شاحنة يعني جميلة من ناحية يعني من حيث الانتريور أو يعني الكابين، يعني داخل الشاحنة جميل جدا. ففقط يعني الشيء الذي لم يعني لم أحبه وهو الصوت الخاص بالشاحنة، صوت الشحن يعني ليس بحقيقي أصلا. يعني هناك بعض الشاحنات يعني أصواتها حقيقة يعني حقيقية، وهناك يعني بعض الشاحنات ليست حقيقية. نذهب الآن يعني أقصر يعني مسافة إذا تريد أن تعمل إيفنت، يعني أقصر مسافة هي هذه، هي كما ترون معي، هي هذه المسافة التي سوف أضربها، يعني من مدينة تورين إلى ميلان أقل. فهناك حمولات أخرى يعني موجود عليها 1000 كيلومتر، 2400، 600، 700، 800. لذا أنصحكم بهذه الحمولات، بهذه المسافة القصيرة لمن يريد أن يعمل الإيفنت بشكل أسرع أو بشكل سريع. أسف على الأخطاء في اللغة العربية، نحن نتعلم، يعني ما في أحد يعني جاء إلى هاي الأرض وهو يعرف كل شيء. هنشعل الأضواء، هي المنظر 8 سوف أعمله. عندما تستعمل الكاميرا الخلفية يعني لن ترى أين الطريق. لا تعرف أين هو الطريق ولا كما ترون معي. فهي يعني قمت بنقص يعني صوت اللعبة حتى يعني تسمع عن صوتي في الفيديو. نذهب نخلص. بركة الله، نذهب مرة أخرى.
أنا في بعض الشباب، يعني في بعض الرسائل على صفحتي على الفيسبوك، يقول لي يعني ماذا تستعمل، هل لوجيتك 27 أو كيبورد؟ أو أنا أستعمل فقط الفأرة، لأن الفأرة يعني أحسن لي. أنا أفضلها على، يعني أفضلها على كل شيء. ماذا هنا؟ سيارة الشرطة. الآن يعني قربنا، كم بقي؟ وهو 90 كيلومتر. ما في أحد جاي. نذهب إلى اليسار. خلينا في اليسار أحسن. إنه الظلام يا صديقي. أتمنى يعني تعجبكم الرحلة، وإن شاء الله يعني سوف نعمل رحلات كثيرة إن شاء الله. أنا يعني إذا كنتم يعني تحبون يعني الرحلات، سوف نعمل يعني تختيم للخريطة إن شاء الله، وسوف نعمل يعني شروحات كثيرة. فهناك بعض الشروحات الجديدة سوف تكون إن شاء الله قريبا على لعبة أمريكان تراك، يعني شوي أمريكان تراك وشوي يورو تراك وهكذا. هناك أمر جديد. أنا أيضا عندي الليل، لا أرى أسرار الكيبورد.
انه كل جميع الاضواء خضراء الى هذا الاخير غير شاغب. سكتت الشحنة. تم توصيل الشاحنة أو الحمولة بنجاح. 202 كيلو بدون يعني طمج، يعني بدون مشاكل. الحمد لله والشكر لله. نلتقي في الفيديو الجديد إن شاء الله. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم جميعا.